المؤلف رحمه الله عن فعال إلى وشبه ثقة. من جموع الكثرة، من جموع الكثرة فعال وشبه فعال، يجمع عليه الرباعي الذي حروف وصية، والخماسي الذي حروف وصية، وشبهه يجمع عليه الرباعي الذي بعض حروفه غير أصلية، والخماسي الذي بعض حروفه غير أصلية. فعال تقول في جعفر جعافر وزنه فعال، وتقول في جوهر رباعي بزيادة الواو زائدة تقول فيها فواعل، تقول فيها جواهر، جواهر وزنها فواعل، وتقول في صيرف صيارف، فصيارف ليست فعال بل هي شبهه، لأن صيارف الياء فيها زائدة، وفعال كل يجمع عليها مع حروفه وصول. نقول وبفعال وشبه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، ما فوق الثلاثة الخماسي والرباعي من غير ما مضى، أما ما مضى فهو على ما مضى. فتقول في سكران سكارا أو سكارا، وتقول في أحمر حمر حمر أحمر ارتقى فوق الثلاثة، لكن تقرر له جمع على صيغة غير فعال فهو على ما تقرر له. أحمر تقول في حمر حمراء حمر، عاذل عاذل فوق الثلاثة، لكن تقرر أنه يجمع على عذل على وجه الجمع. هذا قوله وبفعال لو شبه ينطق في جمع ما فوق الثلاثة ترتقى من غير ما مضى. كذلك مما يجمع على شبه فعال قولك مسجد، تقول مساجد، هذا شبه فعال. فعال الفاء أصل والعين أصل واللام أصل واللام أصل، لكن مساجد مفاعل الميم زائدة. وكذلك سلم تقول فيه سلالم 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 فعائل فعائل من غير ما مضى. ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس، اذا كان الاسم خماسي على خمسه حروف اصول لا تتاتى بنيه فعال الا بحذف بعض حروفه يحذف الاخير. فتقول فيه سفرجل سفرجل حذف الخامس، تقول سفارج بحذف اللام، واضحه؟ وتقول في جحملش الافعى جحامر بحذف الشين. قال السيبويه لا تجمع العرب ما حذف بعض اصوله الا اذا اكرهت الا اذا ضربوا. وكذلك اذا كان الاسم خماسيا بزياده نحو سيبطرا سيبطرا خماسي والالف زائده حذفها وسويتي. تقول سباطر، قال ما من غير ما مضى ومن خماسي جرد المجرد لاخرا في بالقياس. فاذا كان خماسيا وحرفه الرابع من حروف الزياده او من مخرجها، هو اصل ولكنه من حروف الزياده او من مخرجها، فانت بالخيار ان شئت حذفت الرابعه هذا وان شئت حذفت الخامسه. فتقول فيه فرز، تقول فيه خدرنق 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 العنكبوت، الحرف الرابع وهو النون من حروف الزياده وان كان هنا اصلا لكن من حروف الزياده، وهي سالتمونيها ابوي لك ان تقول هذه النون من حروف الزياده وحروف الزياده تستحق الحذف دائما، حذفها والقي القاخر. فتقول خدارق بحذف النون، ولك ان تقول خدار بحذف القاف، ان حذفت القاف فلانه اخير، وان حذفت النون لانها وان كانت اصلا في هذا المكان فهي من حروف الزياده. واضح؟ كذلك اذا كان من مخرجها نحو فرزدق 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 الدال ليس من حروف الزياده ولكنه من مخرج التاء والتاء منها. ابو فتقول فرزدق فرازد بحذف القاف او فرازق بحذف الدال. أنا أقول والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد. اقرأ زائد مجاوز الرباعي احذفه إذا كان اسم رباعي وفيه حرف زائد كذلك احذفه، وإذا كان خماسيا
وفي حرف زائد احذف الزائده واحذف الخامسه من الاصول. فتقول في فدوكس الاسد فدوكس هذا زائد مجاوز وزائد العاد الرباعي زائد زائد مجاوز الرباعي وزائد العاد الرباعي المجاوز الرباعي احذفه. فتقول في فدوكس فداكس حذف الواو لانها زائده. سبطرة تقول سباطر بحذف الالف. مدحرج تحذف الميم تقول دحارج زائد العاد الرباعي احذفه. الا اذا كان لين لين قبل الاخر وهو قوله ما لم يكن لينا اثره الذي ختم الليل وفي الذي. اذا كان لينا وقبله وبعده الحرف الاخير ابقه. فتقول في عصفور عصفور زائد مجاوز الرباعي زائد مجاوز الرباعي. عصفور حروفه الاصول اربعه والواو زائده. تقول في عصافير لا تحذفها ولكن اقلبها ياء تفضل عصافير لان يعني الواو هنا سوف تتقدمها كسره والواو اذا تقدمتها كسره تنقلب ياء. وكذلك تقول في قنديل هذا زائد مجاوز الرباعي ولكن الرابعه لين اثره الحرف الاخير. فتقول قناديل بابقاء الياء كما هي. وتقول في مصباح مصابيح بقلب الالف ياء هذا قوله ما لم يكن لينا اثره الا الختم زائد العاد الرباعي احذفه ما لم يكن لينا اثره الا الختم. فان كان لا تستعجل فان كان خماسي الاصول وفي حرف زائد حذفت منه حرفين الزائد والخامس الاصلي. فتقول فيه قبعثرة قبعثرة هذا في اصوله خمسه وفيه الف زائده تحذف الالف وحرف الاخير. قبعثرة تقول قباعث حذفت الالف والراء. اذا كان قد يكون نحو فردوس فردوس ما قبل الاخير لين تقول فراديس لا تحذفه. لا فرق بين ان يكون الحرف قبله حركه مجانسه كعصفور والمصباح وقنديل او قبله حركه غير مجانسه الكل لا يحذفه. فردوس فراديس غرنيق غرانيق قبل الواو فتحه وقبل الياء فتحه وهما غير مجانسات مجانسين لهما. وتقول في نحو هبيخ هذا لين هذا ليس لينا بعده الحرف الاخير ولكنه ليس لين لانه مفتوح احذفه. تقول في هبيخ هبايخ بابقاء الياء الاولى. وتقول في كنهور كناهر بحذف الواو لانه وان كان قبل الاخير لكنه ليس لينا لانه ليس ساكنا. اظهر انا قولي وزائد العاد الرباعي احذفهما لم يكن لين اثره الا ختم والسين والتامين كمسند ازل. تجري مفاضله بين الحروف تقدم ما له مزية في المعنى أو ما له مزية في اللفظ أو ما لا يغني حذفه عن حذف غيره. هاي تفاضل ثلاثة. والسين والتاء من كمستدعين أزل مستدعين الميم زائدة السين زائدة التاء زائدة لكن الميم لها مزية معنوية تدل على معنى في الأسماء تدل على اسم الفاعل على اسم المفعول. أبقها واحدة السين والتاء. تقول في مستدعين مداعن مداع عند حذف السين والتاء. لا تتابع البنية إلا بحذف بعض الحروف. احذف ما ليس له مزية. استخراج مسمى به لو جمعته تكسيرا تقول تخاريج تحذف الألف والسين لأنك لو قلت سخاريج خرجت إلى عدم النظير لا يوجد في العربية وزن سفاعيل. سخاريج سفاعيل لا يوجد هذا الوزن في العربية. قل تخاريج تخاريج بوزن تفاعيل نظير تماثيل تماثيل وتماثيل وتماسيح له نظير أبوين هاي مزية لغوية. أنا والسين والتاء منك مستدعين أزل البيت بين الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقاء. فتقول في منطلق مطالق الميم أحسن أبوين ما يراده والهمز ولي مثله ان سبق. فتقول في جمع الندد الندد الهمزه زائده والنون زائده ولكن الهمزه لها مزيتان تقدمت وتحركت ولها مزيه في المعنى والنون تاخرت قليلا وسكنت والحركه احسن من السكون. فماذا تعمل فيها؟ تقول الاد الاد بالادغام
ألندد تقول ألاد، أصل ألادد أدغمت الدال في الدال وحذفت النون. الهمزة لها مزية معنوية تدل على التكلم، أكتبوا أقرأوا. يلندد يلندد الياء زائدة والنون زائدة، الياء أولى تقول يلاد بحذف النون، لأن الياء لها مزية معنوية تدل على الغيبة في الأفعال، يكتب ويقرأ وضعها فنقوله والياء والهمزة والياء إذن إن سبق نعم. هذا النوع الثالث، والياء على الواو واحذف إن جمعت ما تحذفه. الواو أفضل من الياء لأن حذفها لا يغني عن حذف الياء، وحذف الياء يغني عن حذف الواو، فالواو أقوى هنا. فتقول في حيزبون حيزبون حزابين، احذف الياء احذف الياء، لأنك لو حذفت الواو من أول أمر تقول حيازيب حيازيب بعد ألف مفاعل ثلاث أحرف، وهذا لا يجوز. ألف مفاعل لا يكون بعده إلا حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. فإذا حذفت من أول الأمر الواو تقول حيازيب، تضطر مرة أخرى أن تحذف الياء وترجع تقول حزابين، فمن أول الأمر بادر إلى حذف الياء وقل حزابين وعطاموس عطاميس. أبويا أنا أقول له والياء ألل واحذف إن جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في الزائد سرندا 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 وعفرنا وحبنطا. ثلاثي الأصول فيه زيادتان لإلحاقه بالسفرجل، أنت مخير لا مزية لإحداهما. تقول فيها حبنطا حبنطا الألف زائدة والنون زائدة، إن شئت قلت حبانط حذفت الألف، وإن شئت قلت حباطن منقوص حذفت النون. الزيادتان متكافئتان لا مزية لإحداهما عن الأخرى فحذف إن شئت حبنطا حبانط أو حباطن، عفرنا عفارن أو عفرنا عفرنا عفارن 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 أو عفارن منقوص جلو بزائد سرندا وكل ما